نستعمل هذه الضمائر بطريقة الصحيحة. الآن إذا نظرت إلى هذا الجدول سترى هنا عندنا في الماضي شربت الماء، أنت شربت الماء، في المضارع تشرب الماء، في الأمر اشرب الماء، ثم أنت شربت الماء، أنت تشربين الماء، أنت اشرب الماء، أنتما شربتما الماء، أنتما تشربان الماء، أنتما اشرب الماء، أنتم شربتم الماء، أنتم تشربون الماء، أنتم اشربوا الماء، ما أنتن شربتن الماء، تشربن الماء، اشربنا الماء. فهذه هي كيفية الاستعمال. الآن دعنا ننتقل إلى صفحة التوضيح. صفحة التوضيح الآن نبدأ بأنت. نبدأ بأنت. مفرد مذكر، أنت مفرد مذكر مخاطب. فعل الفعل الذي عندنا شرب. عندنا فعل شرب. فعل مضارع ماذا نقول؟ حسب ما نرى في الجدول شرب نقول شربت. شين شين را را با با، لكن هنا با مفتوحة هنا ساكنة، إذا جعلنا تا هنا نغير الفتحة إلى السكون، فبدلا من شرب نقول شرب شرب تا، إذا تا هنا بسبب تا تا، أنت شرب تا فتحة وهنا كذلك فتحة، هنا فتحة وهنا فتحة، أنت شربت. وفي المضارع نقول تشرب تشرب، زدنا تاء، هذه تاء كما قلنا هي تاء الفاعل، تاء الفاعل أو تاء المخاطب الفاعل هنا، وهنا تاء المضارع، تاء المضارع أنيت، الحروف التي ذكرت أنيت هنا تشرب تشرب، ثم جعلنا سكون هنا وغيرنا فتح هنا فأصبح تشرب. ثم في الأمر نقول اشرب اشرب، هنا زدنا ألف زدنا ألف، لكن هذه الألف لابد أن ننتبه، لا نكتب ألف هكذا، لا نجعل همزة، هذا خطأ، لابد أن نكتب ألف الذي يسمىها همزة الوصل، همزة الوصل كما تسمى في الكتاتيب، يعني دوكس ألف وحمالة، ثم ألف وحمالة، أما في اللغة الفصحى العربية نقول همزة الوصل، وصل لتسهيل نطق الساكن، إذا نقول اشرب اشرب، ثم في آخره سكون. إذا هذه هي طريقة استعمال أنت، في الماضي شربت تشرب، ما لابد أن تنظر ما هي الأشياء التي زدنا، ما هي الحروف التي زدنا، وما هي التغيرات التي غيرنا الحركات كذلك. إذا هذا ما يتعلق بأنت. إذا كملنا أنت نأتي إلى أنت الآن. أنت مفرد مؤنث مخاطب، أنت أنت شربة، فنقول هنا في المضارع أنت شربتي شربتي، تاء ساكنة، إذن هذه تاء كسرة لأن هنا كسرة، هنا كسرة وهنا كذلك جعلنا كسرة، وهناك أنت قلنا شربت وهنا قلنا شربتي، أنت شربت أنت شربتي،
تي وهناك تا تا شرب شرب تي أنت شربت الماء أنت كتبت الدرس أنت لعبت في الفصل أنت أكلت طعام وهكذا ثم أنت في المضارع نقول تشربين الماء تشربين تاء المضارع أو تاء مضارع وكذلك لتأنيث كذلك أنت تشربين الماء هنا تشربين ماذا زدنا هنا زدنا يا ونون أنت تشربين الماء ليس تشرب مذكر أنت تشرب لكن أنت نقول تشربين الماء تا زدنا هنا زدنا كذلك وهنا غيرنا حركة هنا غيرنا حركة وهنا زدنا يا وزدنا كذلك نو أنت تشربين ثم فعل أمر نقول إيش اشربي هنا همزة الوصل همزة الوصل ألف وحمالي اشربي هنا سكون كذلك وهنا زدنا يا هذه يا تسمى يا المخاطبة يا المخاطبة إذا كنت تخاطب مفرد مؤنث فعل أمر نزيد هنا في آخر الفعل يا المخاطبة مذكر لا نزيد شيء نقول اشرب لكن إذا كانت أنثى نقول اشربي كما في قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين أو يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إذن هذا ما يتعلق بأنت مفرد المخاطب الآن ننتقل إلى الصفحة التي بعدها التي هي أنتما إذا نظرنا في الشاشة نجد هناك في الماضي مضارع وأمر وأنتم كذلك في الماضي مضارع وأمر الآن دعنا نشرح قليلا حول هذا الجدول نأتي إلى أنتما 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 الفعل شرب فنقول أنتما فعل ماضي شربتما شربتما كم حرفا زدنا ثلاثة حروف أو ثلاث حروف شربتما شربتما وهنا غيرنا سكون غيرنا فتحة إلى سكون وهنا زدنا تاء وميم وألف شربتما أنتما شربتما طيب دعت إلى تشربان تشربان زدنا ألف ونون وهنا زدنا تاء تشربان ثم في الأمر نقول اشربا اشربا فهنا ألف أو همزة الوصل ثم هنا ألف فقط نقول اشربا لا نقول اشربان نقول اشربا ثم ننتقل الآن إلى أنتم ننتقل إلى أنتم أنتم نقول هنا شربتم شربتم زدنا تاء وميم وهنا سكون غيرنا فتحة إلى سكون شربتم على فعل ماضي تاء وميم وهنا في المضارع تشربون تشربون زدنا واو ونون وهنا كذلك زدنا تاء نعم تشربون ثم فعل أمر نقول اشربوا اشربوا هنا زدنا واو ونون وهنا كذلك همزة الوصل اشربوا ثم بعد ذلك ننتقل إلى الصفحة الأخيرة أنتن أنتن دعنا ننظر إلى السبورة إلى الشاشة هنا
فعل ماضي شرب نزيد ماذا تنا تاونو فيكون شربتنا وفعل مضارع زدنا تا في اول ذي تاء المضارع تاء المضارع شرب زائد نون نزيد تاء في اول ونزيد نون في اخره فيصبح يشتشربنا وفعل امر اشرب اشربنا زدنا الف وزدنا نون في اخره ثم بعد ذلك ننتقل الى الصفحة الاخيرة تمرين هذا التمرين هذا اذا نظرنا الى هذا التمرين دخل المعلم في الفصل فبدا يقدم توجيهات الى الطلبه فقال يا احمد انت تتاخر نتاخر اذا الصحيح تتاخر وهنا اليوم تاخر تاخرت اذا الصحيح تاخرت وهنا اذا نحضر احضر الصحيح احضر المدرسه مبكرا ثم قال لعائشه يا عائشه انت تنامين انام الصحيح تنامين في الفصل احيانا واليوم نام او نمت الصحيح نمت وكذلك استمع الصحيح استمعي الى الدرس واتركي النوم ثم تمرين الثاني ثم امر محمد وسالم وعلي بالقيام فقال له انتم تتلفون اذا تتلفون الصحيح تتلفون وليس تتلفون وهنا فعل مضارع هذا فعل مضارع وفعل ماضي كسرتم الصحيح كسرتم وهنا احفظوا الصحيح احفظوا نعم ثم بعد ذلك ناتي الى تمرين اخر الذي هي التمرين الاخير ثم كلم سمية وميمونة وسميرة فقال لهن أنتن تشاركنا الصحيح تشاركنا كذلك هنا شاركتن شارك الصحيح شاركتن إذا شاركنا شاركوا الصحيح شارك إذا هذه نهاية درسنا وبقي ضمائر رفع الغائب هذا رفع الغائب هذا إن شاء الله سوف يكون درسنا في الحصة القادمة بهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وديننا وأن يحفظنا من كل شر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته